السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترتنا هنتكلم عن الجزء العملي أو الشرح العملي بتاع يورينري تراكت انفكشن. بص يا دكاترة، هو يورينري تراكت انفكشن هو بدأ لك بشوية ديفينيشنز كده لذيذة. هو بيقول لك يعني ايه سيمتوماتيك بكتيريوريا، ويعني بكتيريوريا. الأول بكتيريوريا يعني أنت هتلاقي في بكتيريا في اليورين. يبقى أنت واحد عنده يورينري تراكت انفكشن يعني عدوى أو التهاب في مجرى البول، فانت هتعمل ايه؟ هتاخد منه عينة بول. فلو انت لقيت فيها بكتيريا يبقى اسمها بكتيريوريا. طيب في فرق ما بين سيمتوماتيك بكتيريوريا واسيمتوماتيك بكتيريوريا وسيجنيفيكانت بكتيريوريا. لازم تبقى عارف الفرق بين الثلاث كلمات. السيمتوماتيك بكتيريوريا معناه ان انت هتلاقي في بكتيريا في اليورين وفي نفس الوقت معاه اعراض، يعني اسوشيتد فعلا بانفلاميشن في اليورين تراكت. ماشي. طيب انت لقيت مايكرو اورجانيزم في نفس الوقت في انفلاميشن. طب اسيمتوماتيك يعني انت بتلاقي بكتيريا في اليورين ومفيش اي سيمتومز. طيب يعني ايه سيجنيفيكانت بكتيريوريا؟ يعني وجود بكتيريا في اليورين بمعدل على الاقل 10 اس 5. الرقم ده مكتوب غلط، يعني غلطة كتابية، يعني 10 اس 5 بكتيريا في الملي لتر. يبقى وجود 10 اس 5 بكتيريا في الملي لتر يورين دي معناها significant bacteriuria. طيب يعني ايه uncomplicated urinary tract infection؟ يعني في UTI، في urinary tract infection، بس ما فيش اي complication renal او neurological. ما دخلش في فشل كلوي، ما بداش يظهر له اعراض neurological من مثلا نسبة الكرياتينين عالية او اليوريا عالية في الدم او خلافه. طب يعني ايه complicated؟ يعني في يو تي اي بس معاها مشاكل في الرينال او مشاكل نيورولوجيكال. طب يعني ريكرنت يو تي اي؟ ريكرنت امتى تقول ان المريض ده ريكرنت يو تي اي؟ ده شخص اتعرض لاكتر من 3 مرات يو تي اي والثلاثه سيمتوماتيك. خلاص، يتعرض لثلاث جالك العياده 3 مرات عنده يو تي اي، 3 مرات في السنه، وال3 مرات كان عنده اعراض وعنده بكتيريا في البول. الري انفكشن هي recurrent UTI اتعملت ب different pathogen at any time، دي اسمها ري انفكشن. طب ريلابس؟ لا، ريلابس يعني بنفس الاورجانيزم، بنفس السبيشيس. فده معناه ان هو ما كانش خف ولا حاجه، ده هو البكتيريا اختفت او قلت شويه وبعدين ردت عليه تاني. انت عارف طبعا الكوزيس اوف ريلابس من الانفكشن، لو احنا لقيناها في المحاضره نبقى اوضحها لك تاني. يبقى الريلابس ان البكتيريا مثلا دخلت مثلا عاشت انتراسيولر فخلاص اختفت شويه وبعدين راحت راجعه تاني لما تكاثرت انتراسيولر وراحت مفرقعه الخليه اللي هي عايشه جواها، فبتروح راجعه تاني وتعمل لك يو تي اي. ده طريقه من طرق الريلابس. طريقه من طرق الريلابس مثلا الاستافيلوكوكس مثلا ان هي اتقلعت السيل وول، فانت شفتها كده ان هي خلاص البكتيريا افتكرت انها استجابت للعلاج، وبعدين لما لقيت ان الانتي بايوتيك خف راحت لابسه سيل وول تاني او عملت رجعت تاني للنورمال فورم بتاعتها الجيرم فورم وبدات تتكاثر وتعمل انفكشن. دي طرق كتيره اللي هي او البكتيريا اللي هي عندها القدره على انها تعمل ريلابس. يبقى البكتيريا نفس البكتيريا جات له تاني ماشي بعد العلاج، ده معناه ريلابس. طب جاله بكتيريا اخرى يبقى ده اسمه ري انفكشن. طب امتى تقول عليه ريكرنت؟ لو هو اتكرر 3 مرات او اكتر في السنه. الاورجانيزم بيقول لك ان في حاجه اسمها او اشهر بكتيريا هي الايكولاي. بصراحه احنا كنا متعودين دايما على رقم 90% او اكتر من 90% او 95% كمان هي ايكولاي. فاليو تي اي دايما ايكولاي انتل بروف ذا اذروايز. طب لو مش يو تي اي بتبقى جرام نيجاتيف بكتيريا اللي هي الانترو بكتيريا ماشي، زي الكليبسيلا والبروتياس والسالمونيلا وخلافه. طيب في جرام بوزيتيف كوكاي ينفع تعمل يو تي اي؟ ايوه. في بكتيريا ستريبتوكوكس فيكاليس، بصراحه اسم ستريبتوكوكس فيكاليس يعني ما بقاش هو الاسم الكومن او اللي هو المفضل في استخدام، وما بقوا يستخدموا دلوقتي انتيرو كوكاي. انتيرو كوكاي. في عندك الانتيرو بكترياسي، دي جرام نيجاتيف انتريك بكتيريا تبقى جرام نيجاتيف باسيلاي. في انتيروكوكاي اللي هي الاسم القديم بتاعها ستريبتوكوكس فيكاليز.
واستافيلوكوكس سابروفيتيكس، ودي سابروفيتيك بكتيريا ما نعرف لهاش انها تعمل اي حاجه في الحياه غير انها تعمل يو تي اي في اليانج فيميل. فمن الاخر مش هتلاقيها غير في يانج فيميل. طب اغلب اليو تي اي هتبقى ايه؟ بتبقى ايكولاي. طب ايه بقى الصوره دي؟ بس انت هيجي لك، انت شايف ايه؟ اه بكتيريا، واضح انها بكتيريا تحت الميكروسكوب ومتاخده من مزرعه كمان، الخلفيه بتاعتها نظيفه اهي. لو الخلفيه فيها سيلز كده كنا قلنا ان هي متاخده من تيشو. فدي طب انت شايف ايه يا دكتور؟ والله البكتيريا لو لونها احمر تبقى اسمها جرام نيجاتيف، ولو لونها ازرق تبقى اسمها جرام بوزيتيف. فانا شايفها جرام نيجاتيف، فدي جرام نيجاتيف باسيلاي، جرام نيجاتيف باسيلاي، جرام نيجاتيف علشان لونها احمر، وباسيلاي لانها شكل العيدان. يعني معنى كلمه باسيلاي انها شكل العيدان زي ما انت شايفها كده. طيب بعدين ستريبتوكوكس فيكاليز. طب ايه اللي عرفك ان هي دكتور ستريبت؟ هي جرام بوزيتيف كوكاي. هي بص كده جرام بوزيتيف، ليه جرام بوزيتيف؟ لونها ازرق. كوكاي مكوره، هي كوره ايه؟ بص كوره صغيره، كوره ارينجد ان تشين، ارينجد ان تشين. اصلا مقطع ستريبتوكوكاي هي اسمها ستريبتوكوكاي، ستريبت يعني سبحه، بكتيريا سباحيه مترتبه شكل السبحه، وكوكاي لانها مكوره، فهي سبحه من خلايا مكوره او بكتيريا مكوره، ماشي. فهي دي عباره عن جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان تشين. هيسالك على المورفولوجي بتاعها، لازم تقول جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان تشين. نون كابسوليتد ونون موتايل ونون سبور فورمينج. طب ايه اللي عرفك انها ان تيشو؟ ما هو شايف ده تيشو ازاي؟ دي خلايا بصل بصل، وده تيشو. لكن انت لما تيجي تتفرج مثلا شايف دي؟ دي نظيفه. ايه الخلفيه بتاعتها نظيفه كده، يبقى انت بتتكلم على كالتشر، فدي جرام نيجاتيف باسيلاي فين؟ في الكالتشر. طب نعرف نفرق هي دي انهي جرام نيجاتيف باسيلاي؟ الاجابه لا، ممكن تكون اي حاجه من الجرام نيجاتيف باسيلاي، ايكولاي او كليبسيلا او بروتياس او وات ايفر. طب دي لا، دي جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان تشين. خلاص، وبما انك انت مثلا جايبها من اليورين بتاعت اولد فيميل، فساعتها هنقول ان هي ستريبتوكوكس فيكاليز عشان هي اللي بتعمل يو تي اي في الاولد فيميل. ايه التيست اللي المفروض يتعمل للبكتيريا دي؟ المفروض بنعمل تيست اسمه كاتاليز. لو طلع كاتاليز نيجاتيف تبقى ستريبت، لو طلع كاتاليز بوزيتيف تبقى ستاف. ايه ده يا دكتور، دي ينفع تبقى ستاف؟ لا، بس هو روتينلي ان انت لازم تفرق الجرام بوزيتيف كوكاي هي ستاف ولا ستريبت، ماشي؟ لازم روتينلي كده ان انت تفرق الجرام بوزيتيف كوكاي وتتاكد فعلا انها ستريبتوكوكس مش ستافيل. اتفرق ازاي الستريبت من الاستاف؟ بنفرق ما بينهم عن طريق كاتاليز تيست. طبعا دي المزرعه اللي بتتزرع عليها، كل الستريبت بتتزرع على بلاد اجار، بتبقى جاما هيموليتك. ايه دي بقى؟ لا دي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اتفقنا البكتيريا اللي لونها زرقاء تبقى جرام بوزيتيف، لونها حمراء تبقى جرام نيجاتيف، مدوره تبقى كوكاي، طويله باسيلاي. انا شايف ايه؟ انا شايف جرام بوزيتيف. كوكاي ولا باسيلاي؟ لا طبعا كوكاي، مدوره اهي، كور 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 اهي، ماشي. يبقى دي جرام بوزيتيف كوكاي ارينجد ان كلاسترز، نون كابسوليتد، نون موتايل، نون سبور فورمينج. دي بكتيريا اسمها ستافيلو كوكس. ايه ده بقى يا دكتور؟ ده لاكتوز فيرمنتر بكتيريا. يعني ايه لاكتوز فيرمنتر؟ احنا بنزرع الجرام نيجاتيف على طبق اسمه ماكونكي. يعني ايه الطبق الماكونكي اللي احنا اخدته انت وانت في سنه اولى، مش يعني انت اخدته في البي ام بي وانت في سنه اولى. الماكونكي ده طبق عليه بايل عصاره صفراويه عشان تموت اي بكتيريا ما عدا البكتيريا اللي بتعيش في الانتستين او البكتيريا الانتيروكوكاي. الانتيرو بكتيرياسية، يعني البكتيريا اللي بتعيش في الانتستين. خلاص؟ فهو عليه بايل وعليه لاكتوز. عليه سكر اسمه لاكتوز، ماشي. وعليه فينول وعليه نيوترال ريد. نيوترال ريد ده بي اتش انديكيتور. فبيقول لك ايه بقى؟ البكتيريا لو قدرت تعمل فرمنتيشن للاكتوز، يعني قدرت تخمر اللاكتوز، بيطلع من اللاكتوز ده اسيد، ماشي. يقوم الاسيد يحول لك النيوترال ريد، النيوترال ريد اللي هو البي اتش انديكيتور اللي بيقدر يتعرف على تغيرات البي اتش، فيحول لك النيوترال ريد من اللون البصلي للون الاحمر ده. فلما الطبق يبقى لونه احمر نعرف ان دي كده لاكتوز فيرمنتر. عرفت ازاي؟ عرفت ان البكتيريا دي عملت فيرمنتيشن ويوتيلايزيشن لللاكتوز،
فطلعت منه اسيد، والاسيد خلى اللون بتاع البي اتش انديكيتور يحمر. خلاص كده ماشي. طب ده بص اهو، ده برضو ماكونكي، بس الماكونكي هنا ايه بقى؟ الماكونكي هنا كان نون لاكتوز فيرمنتر. يعني ايه نون لاكتوز فيرمنتر؟ يعني البكتيريا لما اتزرعت ما عملتش فيرمنتيشن لللاكتوز، وبالتالي ما طلعش اسيد، فالبي اتش انديكيتور ما اتغيرش للون الاحمر. تمام، وطلعت لك ييلو كولوني كده. طب ده ايه مثالها؟ مثالها السالمونيلا والشيجيلا والبروتيوس والسودوموس. ايه بقى المنظر ده؟ ده نيوترنت اجار. نيوترنت اجار عرفناه من لونه المصفر. شو سوارمنج؟ سوارمنج ان البكتيريا عملت لك سكسيسيف لاير اوف جروث كده، كانك رميت طوبه في الميه هنا وراحت عامله لك موجات. ده بتحصل مع مين؟ مع البروتياس، وحركه سبيسيفيك جدا للبروتياس بكتيريا. يبقى البروتياس بتعمل ايه؟ بتعمل سوارمنج في النيوترنت اجار. ينفع نشوف السوارمنج ده في مزرعه ثانيه؟ اه ينفع نشوفه في البلاد اجار. طب ينفع نشوف في الماكونكي يا دكتور؟ لا ما ينفعش. ليه؟ عشان البايل، البايل اللي قلت لك حاطينه على الماكونكي ده توكسيك للموتيليتي بتاعت البروتياس. والحركه دي، الدوائر اللي انت شايفها دي، دي حاصله بسبب السكسيسيف جروث او الهايلي موتايل بروتياس. فلو انت سممت الموتيليتي او قدرت توقف الموتيليتي بتاعت البروتياس، فده معناه انها مش هتعمل السوارمنج. تمام؟ البروتياس يا دكتور ايه الديزيزز اللي بتعملها؟ بتعمل ووند انفكشن، وبتعمل يو تي اي، وانت بتاخد رينال، فانت خلاص اوكي. طالما انت بتتكلم على رينال فهي البروتياس بتعمل يو تي اي وخلاص. اعتقد ان هو مش هيسالك، يعني مش هيتطرق للجزئيه النظريه. كومبليكيتد يو تي اي ماشي، ده زي مين؟ زي سودوموناس ماشي، والانتيروباكتر والسيراشيا. ممكن تبقى هوسبيتال اكوارد انفكشن وكاثيتر ماشي. فيروس زي الروبيلا والمامبس والاتش اي في والادينو فيروس برضه بيعمل هيموراجيك. الفنجاي زي الكانديدا والهيستوبلازما. البروتوزوا زي الترايكوموناس فاجينالز والشيستوزوما هيماتوبيام. ده اعتقد ان اللي انت هو ده اللي انت بتاخده في الموديول دلوقتي اصلا، فمش شايف يعني محل اسئله. اه لذيذ ده. ايه بقى يا دكتور الطبق ده؟ ده طبق نيوترنت اجار، يعني لونه اصلا اصفر. امال ايه الخضار ده؟ الخضار ده هي الاكزو بيجمنت بتاعت السودوموس. يبقى ده ايه؟ ده نيوترنت اجار. ودرب نفسك عشان لما تيجي تجاوب تجاوب بالشكل ده، يعني تقول ايه؟ ده نيوترنت اجار شو اكزو بيجمنت اوف سودوموس. انا لما زرعت السودوموس هنا راح جايه مطلعه اكزو بيجمنت اللي طلعت لك اللون ده. تمام؟ طيب بعدين اهو زي مثلا احنا كنا فين؟ ده نقول ايه؟ ده نيوترنت اجار شو ايه؟ شو سوارمنج اوف بروتيس. يعني دايما الاجابه بتاعتك كلمتين. طب ده ماكونكي اجار شو ايه؟ شو نون لاكتوز فيرمنتر بكتيريا. ده ايه؟ نيوترنت اجار عليه ايه؟ عليه السودوموناس. اه ايه اللذيذه دي بقى؟ دي الكانديدا البيكان. ايه الكانديدا؟ انت شايفها ايه؟ جرام بوزيتيف. طب جرام بوست الكوكاي؟ لا هي مش كوكاي، مش مكوره. امال هي اوفل. بص اوفل وفيها بادنج سيل. بادنج بادنج بص، يعني انت شايف دي خليه طالع منها بض كده، الخليه وطالع منها بض، الخليه وطالع منها بض، بض صغيره. فهي عباره عن خلايا كبيره، خلايا كبيره وطالع منها بادنج، اهي بادنج اهي ماشي بض. فهي دي دكتور جرام بوزيتيف. طب ليه الكانديدا دي اصلا؟ لا ده فطر. كانديدا البيكان دي فطر ماشي، ومش بكتيريا. اصل واحد يقول لي دكتور هو دي كده ما تبقاش شكل الاستاف؟ حبيبي فين الاستاف؟ دي اوفال سيل وخليه كبيره، هي شبه السوداني. وبعدين انت شفت الخليه بتاعت الاستاف من شويه، يعني انت فين الخليه بتاعت الاستاف اهي؟ شوف الاستاف عامله ازاي؟ ادي بكتيريا، وبص شايف شكلها يونيفورم، يونيفورم عباره عن كوكاي كلها يونيفورم بنفس المنظر. لكن الخليه بتاعتنا اللي هي بتاعت الكانديدا، لا شوف عامله ازاي؟ اعتقد الفرق واضح جدا. يعني دي خليه مدوره اوفل وفيها بض، عشان بس الناس ممكن تتسرع وبتروح جايه تفتكر ايوه هي دي الاستاف، هي جرام بوزيتيف كوكاي وارنجد ان كلاسترز. لا دي الكانديدا.
طب الكانديدا ليها ديفرنشال تيست، لو هو عليكم في العملي تكتبوه، لو مش عليكم يبقى هي خلاص دي كانديدا البيكان. بتبقى كاركترستيك قوي في العيانين انها بتعمل افرازات بيضه مجبنه، عشان كده اسمها كانديدا البيكان، الكانديدا البيضه، بتعمل افرازات بيضه مجبنه في عند الستات وهرش. كانديدا البيكان على السبروتزا اجار بصراحه، يعني ايه بص سو كوميديان يعني. بيقول لك ايه كريمي كلر، ماشي في حاجات كتيره كريمي كلر، طبعا هي دي كاركترستيك شكلها بالشكل مكور ده، بس مش المفروض ان احنا نقدر نعرفها من الطبق، ماشي. فيقول لك بقى تعرفها ازاي، انها ريحتها ريحه الخميره، شمها كده هتلاقي ريحتها فعلا يست سميل. طبعا عشان كده يعني ايه مش اللي هي بالسهوله ان انت تعرفها من صوره، ولكن هي زي ما احنا اتفقنا هي كريمي، وبتبقى يعني شكلها معجن كده يعني، بص شكلها فطري فعلا يعني، ماشي. فطبعا هو الطبق ده الميزه ان انت ما مش موجود اصلا عندك اي حاجه تلخبطك فيه في اللي فات يعني، بس برضو نفس القصه ما تنساش تقول اسم المزرعه مع اسم الاورجانيزم، يعني ما تنساش ان انت دايما اجابتك جزئين، بنفرقها بديفرنشال تيست، او بنفرق الباثوجينيك من الان باثوجينيك بديفرنشال تيست بايوكيميكال رياكشن، وديفرنشال تيست اللي هو الجيرم سيل تيست، وفي حاجه جيرم تيوب تيست، وفي كلاميدو سبور تيست، ماشي. والباثوجينيستي للانيمال، يعني انت لو خدت سسبنشن من ده وحقنته في حيوان هتلاقي الحيوان مات برينال ابسس، ماشي. فده اللي بيفرقها الباثوجينيك من النون باثوجينيك، الديفرنشال تيست وبايوكيميكال رياكشن وانيمال باثوجينيستي، لو هم هيجيبوا لكم اسئله. ايكولاي، ماشي. الفيرولنت فاكتور بتاع الايكولاي، عشان ده سؤال، هي عادي هي جرام نيجاتيف، واي جرام نيجاتيف بكتيريا بيبقى عندها بايلي، فهي جرام نيجاتيف باسيلاي، وبالتالي عندها بايلي او فيمبريا اللي هي بتاعت الادهيرنس والاتاتشمنت. وطبعا هي البكتيريا الايكولاي، مش عارف انتم مذاكرين كده ولا ايه، بس كل جرام نيجاتيف باسيلاي لو فيها كاف بتبقى كابسوليتد، ولو فيها واو بتبقى موتايل. انا معرفش نزلت لكم الفيديو بتاعها نظري ولا لا، ماشي، بس هو موجود يعني لو انتوا عاوزينه حد يطلبه مش مشكله، ماشي. الفيمبريا ريزيستنس تو سيرم بكتيريسايدال اكتيفيتي، لا هو مش قصه بقى، هو يا باشا انت عارف ان البكتيريا دي بكتيريا بتقدر تطلع توكسين، وكونها جرام نيجاتيف فهي عندها فيمبريا، والبكتيريا دي كابسوليتد، ماشي. اي بكتيريا جرام نيجاتيف بس الله فيها كاف تبقى كابسوليتد، فيها واو تبقى موتايل. البكتيريا دي كابسوليتد وموتايل ونون سبور فورمنج، كابسوليتد يعني عندها كي انتيجين، وموتايل يعني عندها اتش انتيجين، ماشي. وهي بتطلع توكسينز اللي هي اصلا معتمد عليها كل الاكتيفيتي بتاع الايكولاي، ماشي. وعندها فيمبريا. يو تي اي دايجنوزس معتمد علينا نعمل اكزامينشن لليورين ويورين اناليسيز، ماشي. يعني ده كلام نظري او مش عملي. البتاع ده لذيذ يعني، لذيذ حتى ليكي. اللابوراتوري اكزامينشن احنا بناخد انكونتامينيتد ميد ستريم يورين سامبل، يعني بص مش اول شويه يورين ينزلوا ولا اخر شويه، احنا عايزين الميد ستريم، ماشي. ممكن ستيك اون باج، ده في حلق في الاطفال بنلزق بيبقى كيس، كاثيرايزيشن او قسطره، سوبرا بيوبيك اسبيريشن، لو الشخص احنا مش عارفين نركب له قسطره وعنده يورين ريتنشن فاحنا كده كده هنعمل سوبرا بيوبيك اسبيريشن، هتشوف في الصور اللي جايه، ماشي. ده ستيك اون باج، ده القسطره، القسطره دي لذيذه اكيد انت عارف القسطره. بص يا دكتور القسطره ادي ده الخرطوم ده، المفروض ان ده هيخش في اليوريثرا، ركز. فانت بتروح مدخل الخرطوم ده كده في اليوريثرا، سواء بينس او الفيميل يوريثرا، ماشي. وبعد ما بتدخل الخرطوم تروح جايب سرنجه سراين علشان تثبت القسطره، وتروح جاي حاقن هنا، شايف المكان ده، تدخل السرنجه دي هنا وتدخل وتملى سراين، تروح البالونه دي منفوخه جوه اليورينري بلادر فتخلي القسطره ما تتخلعش، ركز، البالونه دي ما تبقاش منفوخه. دخلت القسطره دي في اليوريثرا، خلاص. بعد ما دخلت القسطره في اليوريثرا تروح جايب 10 سم سراين وتروح جاي حاقنهم هنا، فدي كده التراك ده ماشي واصل لحد ما ينفخ لك البالونه دي، فده معناه ان القسطره بقت متعلقه في اليورينري بلادر،
طب ماشي يا دكتور، دي كده خلاص. اه ده طبعا بيبقى فالف، يعني انت لما تشد السرنجه ما مش بيفضى ولا حاجه. طيب وبعدين؟ وبعدين الجزء ده بيروح متركب فيه كيس جمع البول اللي هو ده، تروح جاي مركب اهو بتاع البيضه دي، بتبقى مفكوكه، تروح جاي مركبها في القسطره الصفراء، ده كده كيس جمع بول، فالاصفر بس هو اللي قسطره، الباقي ده كيس جمع بول متوصل بخرطوم. بعد ما تركب القسطره بتروح مركب الخرطوم ده، ده السوبرا بيوبيك اسبيريشن. زي ما قلت لك بيبقى احيانا المريض عنده يورين ريتنشن، فبيروح جاي من فوق البيوبيك او دي البيوبيك سينثيز، ويروح عامل سوبرا بيوبيك اسبيرشن. طبعا دي بتبقى ميزتها بتتعمل اندر كومبليت اسيبتيك كونديشن، وبالتالي بيبقى اليورين مش حاصل له اي كونتامينيشن، دي ميزه كبيره. ولكن هو في الغالب يعني بنلجأ لها امتى؟ بنلجأ لها لما يبقى الشخص عنده يورين ريتنشن. هو بيقول لك بقى النورمال فايندنج بتاع اليورين، ماشي، يعني البي اتش اي والكلام ده بقى اي ثينك انت عادي هتقراه، ما فيهوش مشاكل، لان انت طبيعي ان انت هتلاقي ان اليورين ولا فيه بلاد ولا فيه بكتيريا ولا فيه وايت بلاد سيلز ولا وريحته الطبيعيه والبي اتش بتاعته الكلاي، يعني شويه اسيدك 4 و6 ل 8، الكالر بيل، ماشي، دايما اليورين يبقى كلير، يعني من الاخر خلاص عينت البول اكيد انت عارف النورمال اليورين شكله عامل ازاي. اما الابنورمال البي اتش بتبقى الالكلينيتي بتاعتها بتزيد، الابيرنس يبقى كلاودي مثلا علشان الباص سيل او خلافه، الكالر يبقى ديب امبر يلو، ريحته وحشه اكتر. طب ايه يا دكتور يعني ايه اكتر ريحه بتاع اليورين؟ البكتيريا بتعمل يوتيلايزيشن للكونتنت بتاع اليورين وبتخلي ريحته وحشه، يعني مثلا البروتياس مثلا بتطلع يورييز فبيكسر اليوريا ويخليها امونيا، دي البروتياس. الكليبسيلا برضو عندها يورييز بتكسر اليوريا وتخليها امونيا، وهكذا. ممكن تلاقي دم فيه هيماتوريا، ممكن تلاقي بكتيريا سيجنيفيكانت بكتيريوريا، اتفقنا 10 اس 5 بكتيريا، ممكن تلاقي وايت بلاد سيلز. يورين اناليسيز اتفقنا البكتيريا الكاونت، يا جماعه الله يبارك لكم، مش 10 اس 5. يورين كلتشر اوكي، في حاله ان في بايلو نيفرايتس ماشي مش سريعه اوكي، ان يكون اليورين فيه 10 اس 5 بكتيريا ديفرنشال ليوكوسايت، ماشي. هو بيقول لك يعني على البكتيريا، هو طبعا ده امبريكال انتيبيوتيك، يعني ايه؟ يعني انت لما تبقى شاكك ان هي ايكولاي، لكن احنا دايما هنعمل مزرعه ونعمل كلتشر وسنسيتيفيتي. امال انا اعمل مزرعه ليه؟ يعني انا بعمل مزرعه بنحط عليها مضادات حيويه واشوف المزرعه بتستجيب لاي مضاد حيوي، خلاص. ولكن بيبقى في شويه ساينز كده، مثلا بيبقى في هاي فيري هاي جريد فيفر مثلا، بتبقى في الغالب ايكولاي، فبندي سيفاترياكزون وهكذا، سودوموناس يبقى جنتامايسين. فايوه مهم انك تبقى عارف المضاد الحيوي بتاع كل بكتيريا، ولكن انت بتعتمد على ايه؟ بنعتمد على النتيجه النهائيه لما يجي لي كالتشر وسنسيتيفيتي تيست، يعني هو عملوا مزرعه وحطوا عليها مضاد حيوي، عرفنا البكتيريا بتستجيب ليه. Conclusion. Thank you.